الباب السابع و300 باب كراهية تعليق الجرس في البعير وغيره من الدواب، وكراهية استصحاب الكلب والجرس في السفر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس. رواه مسلم. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجرس مزامير الشيطان. رواه مسلم.